اللي بيخسر، اللي ما بيصومش الاثنين والخميس والثلاثه القمريه يخسر خساره كبيره جدا يوم القيامه. روى ابن ابي الدنيا بسند حسن، لان الحديث ده له خمس طرق، من حديث علي بن ابي طالب: ان في الجنه لشجره يقال لها طوبى، يخرج منها حلل صفراء وبيضاء، ويخرج منها خلول ذهبيه مصرغه بالدر والياقوت لا تبول ولا تخوت خطوها مد البصر، لها اجنحه يطير بها اهل الجنه حيث يشاؤون. فاقول اهل الدرجات الادنى: يا رب اعطيت عبادنا ما لم تعطنا، وفي روايه: بما بلغ عبادك هذه الكرامه. فيقول رب العالمين: انهم كانوا يصلون بالليل وكنتم تنامون، انهم كانوا يصومون وكنتم تاكلون، انهم كانوا يتصدقون وكنتم تبخلون، انهم كانوا يقاتلون وكنتم تجبنون. يبقى اذا ربنا بيعيرهم في الجنه، عيارهم بايه؟ منهم كانوا بيصوموا. شوفوا انتوا خسرت ايه، خيول ذهبيه من الذهب الخالص، خيول مصرغه بالدر والياقوت، ان في الجنه لا شجره يقال لها طوبى يخرج منها حلل صفراء، وخيول مصرغه بالدر والياقوت من الذهب الخالص لا تبول ولا تخوت، يعني لا تتبول ولا تتغوط، خطوها مد البصر بتدي بسرعه اكتر من سرعه البرق. تصور واحد عنده طياره خاصه وواحد ماشي على رجليه، لا دي خيول بتطير بسرعه اكتر من سرعه البرق، اشبه بالبراق الذي عرج به الرسول صلى الله عليه وسلم الى سدره المنتهى. هتحرم منها وهتحرم الدرجات الاولى في الجنه. شوف الحديث بيقول ايه، فيقول: الذين ادنى منهم درجه، يعني ما وصلش اعلى درجات الجنه، وربنا هيعيرك في الجنه. ليه؟ طب انت بتصوم شهر رمضان ازاي؟ بتصوم 30 يوم متواصل في شهر رمضان ازاي؟ يبقى اللي يقدر يصوم ويتكاسل عن الصيام هيخسر. ده مش كده وبس، ده هتخسر كمان رؤيه رب العالمين كثيرا في الجنه. شوف الحديث ده حديث خطير جدا: ان ادنى اهل الجنه منزله ليرى نساءه وقصوره وخدمه مسيره 1000 عام، وان اعلاه منزله ليرى نساءه ليرى ربه غدوه وعشيه. الرسول عليه الصلاه والسلام لما اتكلم على ادنى اهل الجنه منزله اللي هو اخر واحد خروجه من النار، قال لك هشوف نساءه وقصوره مسيره 1000 عام. اعلاه منزله هشوف ربنا مره الصبح ومره بالليل. الرسول ما ذكرش رؤيه رب العالمين خالص مع ادنى اهل الجنه، مع ان اللي في اعلى درجات الجنه عنده مليار مره من القصور والنساء قد اللي في ادنى اهل الجنه، لكن لا تقارن برؤيه رب العالمين. لذلك اعلى شيء وافضل شيء في الجنه التمتع برؤيه رب العالمين في الجنه، لأن كل ما ترتفع في درجات الجنه، لان الجنه فيها 100 درجه، كل ما هتقرب توصل اهل الفردوس الاعلى ما فيش فوق غير العرش، هم اكثر الناس رؤيه لرب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك قال في حديث اخر يقول: ان اهل الدرجات ان اهل الفردوس الاعلى لا يرون ربهم مرتين كل يوم، وان اهل الدرجات الادنى لا يرون ربهم مره كل اسبوع. يبقى خسرت رؤيه رب العالمين في الجنه، مش كده وبس، خسرت رفقه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه، وخسرت الغرف. شوفوا الحديث ده حديث ابي سعيد الخدري، حديث صحيح: ان في الجنه الغرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. كل من يا رسول الله؟ قال: لمن اطاب الكلام وافشى السلام وادام الصيام وصلى والناس نيام. شوف الرسول قال ايه، ادام الصيام، ادام، من هنا اداه شرط، يبقى اللي ما بيدومش الصيام هيخسر الغرف التي يرى ظاهرها من باطنها وظاهرها. الظهر دي الغرف دي في اعلى درجات الجنه، لان الرسول قال ان اهل الجنه لا يتراءون اهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدرية الغابرة في الافق من المشرق او المغرب. قلنا يا رسول الله هذه لمن؟ للانبياء فقط. قال: لا، بل الرجال صدقوا الانبياء وامنوا بهم. يعني الرسول بيقول لك ايه؟ في روايه ان اهل الجنه لا يتراءون اهل عليين، اهل الغرف في عليين. يبقى الغرف دي في عليين هتحرم منها. يبقى الناس كل درجه في الجنه بتبص على الجنه، على الدرجه اللي فوقها، وبتشوف الاصول اللي فيها زي النجوم احنا بنشوفها في السماء، لغايه ما توصل للفردوس الاعلى بتبص فوق مفيش غير العرش. شوف انت ضيعت ايه؟ كل ده راح منك ومضاعفه الثواب كمان. الرسول لما سئل عن صيام الاثنين والخميس قال: ذاك يوم ولدت فيه وانزل علي فيه، وفيه ترفع الاعمال الى الله، واحب ان يرفع عملي الى الله وانا صائم. يبقى اللي ما بتصومش يوم الاثنين والخميس الاعمال الاسبوعيه بترفع يوم الاثنين والخميس، الحسنه بتضعف له ب 10 بس، واللي بيصوم ربنا يستحي منه، ده غير قبول العمل. يبقى اذا عندك فرصه اكبر في قبول العمل ومضاعفه الثواب، بدل ما الحسنه تضاعف ب 10 تضاعف ب 1000 ومليون كمان. بعض الناس ضعف حسنه حسب مليون، بس ده مين؟ الصوامين. شوف انت خسرت ايه؟ ده غير الصحه، لان امتناع الاكل 16 ساعه بيدمر الخلايا السرطانيه، جوعه تصحه، صومه تصحه، كما جاء في الحديث الصحيح. اطول الناس اعمارا اكثرهم صيانة على الغالب من احوال الناس. كل ده تخسره لانك ما بتصومش. قول قولي هذا، استغفر الله العظيم.